مسكين قلبك لا يقوى لا يتحمل. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أيها المتسامحون فيما يرضي الله ويرضي رسوله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج سامح، لنمضي معا في مسننة صناعة المجد التي ما زلنا نحث الخطى ببرنامج يتلوه برنامج من أجل الوصول إلى المجد المبتغى، وذلك بصحبة صاحب الفكرة والمؤسس لهذه الصناعة في الإذاعة الدكتور محمد بشارات، المدرب المعتمد في التنمية البشرية والتدريب الإداري، رئيس شركة المحترف بفلسطين. أهلا وسهلا بك أبا عمر، حياك الله، وباسمك أيضا أرحب بالمستمعين، وباسم المستمعين أرحب بك. فيا أيها المستمعون الأفاضل، لقد تحدثنا في الحلقات السابقة عن مفهوم التسامح كلغة إيجابية نحياها ثقافة ومفهوما، ثم تحدثنا عن التسامح في الأسرة بين الزوجين، ثم في الحلقة الماضية تحدثنا عن التسامح بين الأبناء، واليوم نستكمل المسير في نفس درب صناعة المجد لتعزيز مفهوم التسامح الإيجابي الذي يحفظ للمؤمن بالله هيبته وعزته. التسامح بغير دنية ولا تفريط بجنب الله تبارك وتعالى. اليوم أيها الأحبة، وبعد هذا الفاصل نعود إليكم لنستكمل البحث في التسامح بين أفراد العائلة، الأساس الأهم في
مرة أخرى أرحب بكم مستمعينا الكرام أيها الأحبة عبر أثير إذاعة القرآن الكريم، وباسمكم أرحب بضيفنا الدكتور محمد بشارات، المدرب المعتمد في التنمية البشرية والتدريب الإداري، رئيس شركة المحترف بفلسطين. أهلا وسهلا بك مرة أخرى أبا عمر. أهلا بك حبيب قلبي أبا محمد وكل المستمعين الكرام. الله يكرمك ويرضى عنك، وأهلا بمشاركاتكم أحبتنا المستمعين على الهاتف 09-233-1010، وأيضا عبر جوال 0599-15-1010، وأيضا كذلك عبر صفحتنا على الفيسبوك بإمكانكم تسجيل مداخلاتكم أو أسئلتكم وتعليقاتكم لتثروا البرنامج وهذا الموضوع المهم جدا فيما يتعلق بكل جزئية منه في موضوع التسامح. وأبدأ قبل أن نبدأ تفضل مشوارنا، أبدأ برسالة نقدية من أحد المستمعين يقول ويشير إلى جانب غير منطقي في موضوع التسامح، فيقول إن هناك من الوقاحات التي يتميز بها البعض، آسف على التعبير لكن هذا كلامه، البعض قلوا أو كثروا بغض النظر، الذين يأكلون الحقوق ثم يطالبون بالمسامحة، عينك عينك بطلب منك أو بدي منك أو بكون لك عليه 1000 دينار مثلا بقول لك معيش سامحني، طبعا ممكن يكون بطريقة أخرى غير هذه الطريقة المباشرة، ممكن يماطل ممكن كذا. يعني السؤال هنا الذي يطرح نفسه بلسان حال من انتقد انه يعني انتم بتعلمونا التسامح بالاخر بنصدق حالنا، واذا بنا يعني مثلا يكون لنا حقوق اراضي ورثه اموال نقديه اموال عينيه وبالاخر يعني احنا بنصدق حالنا وبنسامح، وبذلك يعني نكون قد فرطنا ليس في حقوقنا وانما ربما يكون في حقوق ابنائنا، حقوق عائلتنا، حقوق من هم لهم حقوق عندنا، كيف يعني نوازن في هذه المنطقة؟ طبعا والحديث طول فيما يتعلق في أمر ذكرناه في البداية لأنه ينتقد جانب آخر، لكن قلت أنه يعني أجبته بأننا قد تحدثنا عن هذه المسامحة فيما يتعلق بأعداء الله أو بالأحرى بأعداء الوطن وبالاحتلال، يعني مش معقول أنه نسامح الاحتلال أكيد. حتى لو تعلمنا ذروة التسامح وكنا قمة في التسامح ونحن يعني دائما قدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن. بالضبط. يعني هذا منهاج نبوة نسير عليه إن بالضبط. شاء الله. لكن بالإجابة على السؤال الأول وهو سؤال جدا مهم، وأنا أشكر الأخ الكريم على هذا التساؤل وعلى هذا التعليق الهام، وهنا إحنا نوضح مسألة كثير جدا مهمة. نحن لا نقصد في التسامح التنازل ولا نقصد التسامح تماما يختلف عن معنى التنازل. التسامح هو معنى إيش معنى كلمة تسامح؟ تسهيل وتيسير، يعني حتى نكون احنا فاهمين شو التسامح. لا نقصد نهائيا بالتسامح التنازل عن الحقوق، التنازل عن هذه الحقوق الاخرين تحديدا، انت مش لك، مش انت صاحب الولايه على انك تتنازل عنها، هذا نقطه. النقطه الثانيه، التسامح الذي نقصد به هو الحاله النفسيه الداخليه اللي تتسامح فيها مع نفسك اولا، وتتسامح فيها مع نفسك اولا حتى تحافظ على صحتك النفسيه والجسديه، لانه في النهايه لما قلنا في الحلقه الاولى تتذكر ابا محمد ان التسامح يساعدك صحيا على انك تكون مش مغتاظ ومش يكون عندك غيظ وما يكونش عندك احتقان نفسي واحتراق نفسي داخلي. هذا تسامح داخلي نفسي. تسامح كمان الذي نبحث عنه أن تكون داخليا متزن مع نفسك في أي قرار تأخذه. ومن قال أنني حينما أتسامح مع أبنائي لا أعاقبهم، وحينما أتسامح مع الموظفين لا أعاقبهم، ومن لما أتسامح مع أقربائي لا أخذ حقي منهم، أنا أخذ حقي ولكن لا أقتص لنفسي منهم. هذا هو التسامح الذي أتحدث عنه. ما يكونش لنفسك انتصار على هذا الإنسان، أنت أخذ حق بما أقر الله سبحانه وتعالى. هذا هو التسامح. يعني أنا والله إذا أخوي تداين مني وفي النهاية بيجي بيقول لي معيش من باب المماطلة، أجي أقول لي والله سامحني ودبر حالك، هذا ليس تسامح، لا أنا لي حق عندك وسأخذ هذا الحق منك، ولكن أنا ما راح أروح أطاول عليه وأضربه وأروح أجيب، يعني هذا التسامح. هنا مطلوب التسامح. تمام. مطلوب التسامح أن يعني أقبل عذره في تأخير. أقبل عذره وفي النهاية أروح بالقانون، يعني أنا لا يمنعني أن أذهب إلى القانون. إحنا دائما ندرب الشركات على قاعدة جدا مهمة، بيجي بيقول لك الزبون دائما على حق. أنا أقول دائما تعديلا لهذا المفهوم، وهي رسالة جدا مهمة لأنها مرتبطة فيها، أنا أقول دائما نعم الزبون دائما على حق ما دام له حق، فإن اعتدى فبالقانون. أنا أتسامح مع كل الناس فإن اعتدى فبالقانون.
يعني إذا إيش اعتدى، أخذ حقي، أكل مالي، مش معناته أدر له خدك الأيمن، هذا مرفوض أصلا. أنا مش بتسامح أتنازل ويستهتر فيه ويتطاول علي، لا، تسامح هي الحالة النفسية الداخلية، أكون متزن، ما يكونش عندي غيظ، من هون كان والكاظمين من الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين، في قصة كتير مهمة في سلوكياتنا مع الناس، لكن حق أنت تستطيع أن تتسامح معه، هذا سلوك، في قضية جدا مهمة. وهي نقطة من أخطر النقاط في موضوع التسامح. نعم، قد يكون في بعض الناس يتسامح ويسامح ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، يعني يسامح في المال ويسامح في حق. نعم، قد يسامح. نعم، وقد يسامح في مرات، يسامح من؟ مش المتعمد. يعني مثلا شخص صار حادث مع ابنه لا سمح الله، وقدر ربنا أن توفى هذا الابن، هذا السائق هل هو كان قاصد؟ هذا ما كان قاصد، هذا مش معتدي، هذا إنسان صار مع هذا الخطأ فاضطر أن يكون هذا الحدث أو هذا الحادث، فهنا يتسامح، هنا يعني يسامح ابتغاء وجه الله سبحانه. ولكن لما يكون عامدا متعمدا، أصلا في عندنا حدود بالشرع، إحنا يعني في قصاص بالشرع، ولماذا القصاص وجد بالشرع وجد بالدين؟ هذا الكلام، التسامح ليس معناه التنازل، إنما أخذ الحقوق بيسر وتسهيل إن أمكن، دون أن يكون باعتداء، ما بيطلع لك تعتدي على الآخرين، ما بيطلع لك تأذي الآخرين، وهذا جدا مهم، وخصوصا لما يكون أقربائك بدك تنتبه لها، لأن اليوم عنوان الحلقة رح يتحدث عن موضوع الأقرباء والتسامح معهم، وياما في مشاكل بهذا المحور، ومن باب أولا نتحدث عن موضوع الأكل المال للأيتام وأكل الميراث وعدم التوزيع وكافة التفاصيل المتعلقة. نحن نبحث عن التسامح كثقافة في المجتمع، تبدأ بالحالة الصحية النفسية، ثم تنتهي بالسلوك الميداني على الأرض، ولا نعني به أي نهائيا أن أتنازل عن الحقوق، وعلى العكس إذا تنازل عن الحقوق بصفي هذا إنسان مش متسامح، هذا إنسان مش ضايع فاس ومجرم. النبي صلى الله عليه وسلم تسامح ولكن كان يغضب لله. طبعا في حقوق الشخصية أنا هون عندي قدرة على التسامح، أنا بقدر أتسامح حتى لو كان دين، بدي أتسامح بس ما يكونش بين قوسين خاوي استغلال. نعم، إذا كان استغلال هذا موضوع له علاقة بالقانون، أنا بتسامح معك كما محمد، ولكن برفع عليك قضية نفسيا، أنا مرتاح، بجيب بخلي الشرطة تعتقل وتحبس وتوديك على المحاكم وأنا مبسوط، يعني ما اعتديت عليك. نعم، ربما أن لا أخذ حقي بيدي وأحيل القضية القانون، هذا نوع من التسامح في ترفعي أو في الوسيلة. نعم، في الوسيلة صح، في امتناعي عن أن أقتص لنفسي بيدي. صح، فهذا هو التسامح حتى نفرق، يعني الأمر نرجو أنه قد اتضح، وقد يكون في حديثنا هذا مدخل إلى موضوعنا الأساس في هذه الحلقة، التسامح بين الأقارب. لكن دعنا نستمع إلى الأخ الأستاذ الفنان عبود عبيد، الذي قضى فترة من عمره في المحاكم الشرعية موظفا هناك وقد تقاعد، فالآن لا نريد أن نسمع منك كموظف، الآن متقاعد لكن كمجرب، قد جربت أستاذ عبود عبيد التعامل مع الناس في قضايا الخلافات بين الأقارب بالذات، ودعنا أن يكون هذا مدخل لحلقتنا من خلال تعقيبك وتعليقك على ما تعلم وتعرف واحتككت به في المحاكم الشرعيه. اولا نرحب بك، السلام عليكم. اول شيء وعليكم السلام ورحمه الله، وسعد الله مساءكم ومساء الدكتور. حياك الله وضيوفك الكرام. يعني صحيح انا كنت بدي ابدا بشيء اخر، بس يعني فيكم يا استاذ اسامه، تفضل. يعني حسب الخبره اللي اكتسبناها، نعم، في المحاكم، ومن الخبره اللي انا اكتسبتها شخصيا من دائره الارشاد والاصلاح الاسري، يعني كلمة تسامح يعني هي كلمة عظيمة جدا، وتلين القلوب فيها يعني، وترؤف بها الأنفس. كثير من الخلافات والقضايا الاجتماعية اللي كانت بتواجهنا، أو خلافات الأسر اللي لها علاقة بالوالدين تحديدا مع الأم والأب، بتعرف وصلنا إلى زمان من زماننا، هذا زمان يعني زمان إنه نبقى بالأب والأم، فكثير كنا نتعرض لمشاكل قضايا الأم والأب، اللي هي نفقات الأم ونفقات الأب، فكنت يعني أبذل ما بوسعي إني أولا رقب هذا الأب على الأولاد رغم معصيتهم إله، وكنت بنفس الوقت كمان يعني أجلس مع الأولاد جلسة خاصة، كنت أنزل فيهم بساحتهم بشكل يعني مباشر، يعني حتى أعيدهم إلى صوابهم وإلى عقلهم، فبالتالي كنت أقوم بعملية الإصلاح ما بين الأب والأولاد أو الأم والأولاد. وتجد يعني كنت تجد مساحة للتسامح في نفوس الناس؟ يعني هو في مساحة للتسامح، لكن كمان يعني القلوب السوداء اللي جوا
في ناس قلوبها سوداء حتى لا بالتسامح جاية ولا بغير التسامح. الله عافية. هي نفسها جوا هي نفسها جوا سوداء. نعم. فشو ما تتسامح أو شو ما تطلب منها أنها تسامح هي قلوبها سوداء. في ناس قلوبها رقيقة قلوبها طيبة فهمت علي سرعان ما تتسامح بظرف أو بآخر بمشكلة أو بأخرى في تسامح. لكن يعني زي ما قال حديث الرسول صلى الله عليه وسلم هذا يعرض وهذا يعرض وخيرهم من بدأ بالسلام. أنا كنت بدي أحكي باتجاه آخر اتجاه الأسرة كمان أخو أسامة. تفضل. يعني الصحيح أنا الآن بجوز من سنوات عند 10 سنين 20 سنة 30 سنة كان في لمة للأسرة، كان في الأب والأم والأولاد يلتموا على مائدة وعلى قعدة وإلى آخره وكان يتحدثوا ويحكوا قضاياهم ومشاكلهم. لكن في عصرنا الحديث هذا البيت أصبح كل واحد عايش في حاله، أصبح في 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 دولة لحاله، في 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 حياة لحاله. اللي بده يعني بطل حد يقعد على الفطور والغداء والعشاء بسبب انشغاله المتواصل عبر النت، كل واحد حامل البليفون، الأب حامل البليفون والأم حامل البليفون. يعني أنا من خلال الإذاعة الكريم ومن خلال البرنامج الطيب فهمت علي أنا بدي أوجه إنه لا، الأسرة بحاجة إنها ترجع لبعض، بحاجة إنها تسمع مشاكلها، بحاجة إنه نسمع مشاكل الأسرة ببعضنا، بحاجة إنه نتسامح مع بعضنا، لأنه كثير الحقد عم بتولد بالأسر، هذا مش راضي عن هذا وهذا مش راضي عن هذا، لأنه فعلا بعدنا كثير. وأول سبب رئيسي له علاقة في ديننا وإسلامنا اللي إحنا بعدنا عنه. وقديش احنا منطرب على دين الإسلام، قديش بكون في تسامح في المجتمع، التسامح في من مدير المصنع للعمال ومن العمال للمدير، من الأب للأم ومن الأم للأولاد وهكذا. هذا قديش احنا بنقدر نقرب في ديننا، قديش نتقرب في ديننا، وقديش بنقدر احنا نفهم ديننا، قديش احنا بكون عندنا تسامح. يعني هذا اللي كنت حابب انا انقله، كنت حابب اسمع شو راي الدكتور فيه. وانا كثير بشكركم على البرامج وكل البرامج اللي بتقدمها اذاعه القران الكريم اللي احنا دائما الصحيح بتتحفونا بكل شيء جديد. الله بارك الله فيكم. الله يكرمك. شكرا جزيلا. ربما يكون في مسألة التسامح تعقيبا على كلام الأستاذ الفنان عبد الدبيد بأن كثير من الناس يعني سهل جدا أن يعني تفتح لهم أبواب التسامح فيتسامحون. هؤلاء ليسوا بحاجة إلى برنامجنا، صح؟ أصحاب القلوب السوداء اللي بحاجة إلى برنامجنا. لعلنا نبيض بعض النكت النكات التي في يعني رسخت في القلب أو سودت القلب من خلال يعني الغفلة، من خلال مادية الحياة، من خلال لعلها كلمة واحدة في هذا البرنامج تعيد ولو واحد، صح؟ إلى جادة الصواب خير من حمر الدنيا. طيب بالتأكيد. أم أمير من قوسين نسمع إلى رأيك. السلام عليكم أختنا أم أمير. عليكم السلام، يعطيك العافية. الله يعافيك، أهلا وسهلا فيك. بدي أشارك في البرنامج. تفضل يا أختي أم أمير. أنا إلي أخو. نعم. اللي روح تنازل إلي تنازلت له من طيبة قلبي يعني، وتنازلت له بالآخر مرضيش يعطيني يعني معيش ولا ورقة ولا أي إشي منه، مرضيش يعطيني يعني حكي اللي تنازلت له عنه. رفعت عليه محكمة اللي هو راح حلف على المصحف، حط إيده على المصحف في المحكمة وحلف إني ماليش. أنا طلع كيف أنا كلبي طيب وطلع هو كلبه أسود. يا لطيف. طب بدي أسأل أنا أختنا أم أمير يعني حتى يزول اللبس اللي أنا على الأقل وصل لعندي، كيف أنت طلب منك أنك تتسامحي أو تسامحي بعدين طلبتي بحق؟ يعني شو اللي إذا طلب منك أنك تسامحي فيه؟ أنا رحت تنازلت له سامحته بخصوصي يعني. طيب شو إذا بدك منه إذا أنت تنازلتي له؟ اتنازلت عن حصة امي يعني في الدار. انه يعني مش عن كل ما لكي او مش عن حصة امي بس، اما حصة ابوي بدي اياها منه. عن حصة امي قلت له انا مسامحك يعني بديش منك ولا اشي. نعم انا مسامحك، هسا انت مرضيش يعطيني من حصة ابوي. رفعت عليه محكمة، راح حط ايده على المصحف وحلف اني ماليش عنده ولا اشي، وفي معي يعني شهود وبكى كاتب فيه شكات يعني الي وما انطاني شيء. إلك حلف اني ماليش. إلك اخوات تانيات عمل معهم؟ لا اخوه يعني هو اخرى اخوه انا لحالي. اخوه الاخ الثاني ما له دور في موضوع يعني الهداية والاصلاح؟ والله ما برد، ما خليت حدا الا قلت له عنه ما بردش على حدا، مش موجب حدا يعني. ام امير من قوسين شكرا لك ولتواصلك معنا وربنا يهون عليك ويهدي كل العاصين. يعني انا ما بدي افتي بس هذه والله اعلم منها معصية يعني. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. يعني قبل ما أعلق على أختنا أم أمير
أنا بدي أتحدث وأقول إنه التسامح مع الأقارب هو من هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك. والإنسان لازم ينتبه أن هذا سلوك ممتد حتى من عهد الأنبياء جميعا. نعم. يوسف عليه السلام قد تسامح حينما اعتذر له إخوته، يعني تسامح معهم، وهذا في قول الله تعالى: لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. ما بيخفاش على أي حدا ماذا فعل إخوة يوسف بأخيه، ماذا اعتدوا، ماذا فعلوا، ألقوه في كذبوا مرتين إخوة يوسف على فكرة. نعم صحيح. كذب الأول يعني جاءوا عشاء يبكون، والكذب الثاني جاءوا بدم كذب. وانت رسالتك في قصة يوسف. نعم صحيح. نعم. فهذا كذبين، وهون جمعوا في الكذبين أمرين، جمعوا كذب الأفعال وكذب الأقوال. يعني هم كانوا أفعالهم غير عادية، يعني كذب فعل وكذب نية وكذب قول، وحتى أنهم وصلوا يعني بطريقة غير عادية. لكن يوسف وصل كنبي أن تسامح، وهذه رسالة في التسامح على فكرة. حتى لو إخوتي اعتدوا علي كمان لابد أني أن أنتبه للتسامح. وهذه رسالة ممكن أبني عليها في قصة أختنا أم أمير. طب يعني سيدنا يوسف نبي. نعم. أم أمير ليست نبية، وهو يعني لها مشاعر البشر العاديين. لا أنا الآن حديث الأخوها مش إلها. نعم. أنا حديث الأخوها حقيقة ليس لها، هي تسامحت، هي راقية. قد تسامحت عن حصة والدتها، ويعني وهذا شيء جميل جزا الله خير. ولكن أنا رسالتي لهذا الأخ، لأنه في كثير أشقاء من هذا النوع. صحيح. نوع الماكر، النوع الذي لا يتقي الله سبحانه وتعالى، وقد يظن أنه قد كسب الدنيا ولا يعلم أنها هذه الدنيا لا تسوى، هي وهو يعني وكل إحنا فيها تسوى شهد الله جل وعلا، ويعتقد أنه حينما يجمع المال أنه بيفكر حاله جمع شيء، ولا يحسن الأداء ولا يحسن إرجاع المال للحقوق. للأسف نوع أخ أم أمير كثير، كثيرون للأسف في هذا المجتمع، أكل الحقوق، أكل الميراث، أكل أموال الأيتام. يا لطيف. أكل مال الأخوات، أكل الرحم، هذا الذي هذه الرحم الذي معلقة في عرش الرحمن، تقول اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني، فما بالك في الذي أكل مالها وأكل حقها وأكل مالها، هذا الذي أخطر. هي رسالة لهذا النوع من الناس أن اتقوا الله في أخواتكم، سيفعل ابنك معك في بناتك فعلت. نعم. كما فعلت، ثم سيستد منك وأبناؤك بما فعلت مع أختك. هو عاد فكر كما تدين تدان على فكرة بالحديث، ولو بعد حين، ولو بعد حين، كما تدين تدان بالإجابة والسلبي. هذا فعله السيء السلبي سيرتد عليه أضعاف مضاعفة في الدنيا قبل الآخرة، وسينذل ذو الغير عادي، لا يعتقد أنه في ذكاء ومكره وكذبوا على الله أنه واستضعاف لأخته. نعم، واستضعاف لأخته وكذبوا على الله، فأنه يعني وصلت فيه الجرأة أن يحلف يمينا كاذبا مغلظا. نعم. يعني غموسا. نعم. وهذه خطيرة، وللأسف موجودين هؤلاء الأشخاص، موجود هذا النوع من المجتمع، هذا النوع الضلالي المضل الذي يأكل مال ليس ماله. هذا النوع من الناس، نعم، هم السود في أفعالهم وفي قلوبهم، يعني في غيظ وفي سواد غير عادي. اتقوا الله سبحانه وتعالى. سيفعل بك أبناؤك ما فعلت بأخواتك، سيفعل أشقاء أبناؤك كما فعلت مع بناتك، مع أخواتك، مع أختك، سيفعلوا في أخواتهم، لأنه في النهاية أبناؤنا يفعلون ما يرونه لا ما يسمعونه. أنت كأنك بتبرمج أولادك يأكلوا حقوق بناتك، وهل ترضى هذا؟ أنت بتبرمج كمان أهلك وأهل بيتك أن يأكلوا الحقوق، هل ترضى أن يؤكل حق زوجتك؟ ولا لا، زوجتك غير شكل، يعني بتفرق كثير، لأنه للأسف هو بيوكل حق أخته بس ما بسمحش لحد يوكل حق زوجته، وبصير يروح لك عند المفتيين ويستفتي وعلى المحاكم ويلحق، وبنسى أنه هو أكل مال شقيقته وأكل مال خواته، وهذا أكله بالباطل، أكله بالحرام. هذه قضية خطيرة جدا على فكرة. لذلك إحنا نعم نبشر بالتسامح، ولكن هذا النوع من الناس نبشره بعذاب أليم في الدنيا قبل الآخرة. طب قبل أن أسأل عن مساحة التسامح مع مثل هذه الحالات، حتى لا يكون في يعني هنالك يعني ما يدعونا إلى التناقض في مسألة التسامح والتغليظ على مثل هذا الأخ، لكن أولا نسمع حاتم من رجيب. السلام عليكم أخي حاتم. السلام عليكم. أهلا وسهلا فيك، تفضل أخي حاتم. حياك الله. الله حياك. أنا حاتم بكات من رجيب. أهلا وسهلا فيك. بما أنه الحديث عن التسامح، نعم، فضل التسامح، فأنا حبيت أدخل قصة يعني حصلت في بلدنا. تفضل. في رجيب نفسه، كان هناك عملية دهس لطفل في بلدنا. نعم. وأهل الطفل قاموا بالتسامح والعفو عن الشاب اللي كانت عملية دهس عن طريق خطأ. طبعا اسم الاخ رافع رواج المحافظ قلقيح اللي هو كان عمه للصبي او عمه للطفل، وابوه حسن رواجبي من لجنه الاصلاح قاموا
التسامح والعفو عن الشاب، وأصروا يعني من قمة التسامح والفضل اللي عندهم أصروا إنه حتى قبل ما يندفن الطفل إنه يخرج الشاب من السجن. فهي يعني دعوة للتسامح ما بين الناس والرحمة والعطف ما بين الناس. هذا الإشي اللي حبيت أشارك فيه معكم. الله يبارك فيك أخي حاتم. نعم. وحسن الناس أجمع طبعاً. طبعاً. وأنت كانت عملية خطأ من الناس. يعني. نعم. دعني أؤكد على عبارة سمعتها منك لأنها نقطة مهمة فيما طرحت. أن قلت أن عطوفة محافظ قلقيلية عم الطفل المقتول. كان عم الطفل اللي أنا قطعت حادث الطيارة. نعم. وهنا يعني إشارة، وهذه النقطة حببت أن نستمع إليها مرة أخرى لأنها إشارة إلى أن التسامح العظيم هو من موقع القوة. نعم. لأن يعني في مثل هذه الحالة قد يعني يستند الأمر على موضوع إنه يعني هذا عم المحافظ إحنا بناخذ حقنا. صحيح. ويعلو فوق كل قانون بالتالي، لكن هنا قوة التسامح. علو التسامح. علو التسامح. صحيح. وتسامي التسامح. أن تكون معي قوة، أن تكون عندي القدرة وأعفو عند المقدرة. صحيح. قبل تعليقك أخي أبو دكتور أبو عمر، دعنا نسمع الأخ أبو ثائر من الخليل، بعد شكرنا للأخ حاتم من رجيب على هذه المداخلة المهمة جدا، بارك الله فيك. أبو ثائر السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بدي أقول لك أخي الكريم وطيب السلامة للدكتور والجميع العاملين في خليل النحل. حياك الله. ولجميع العرب المسلمين جزء الواحد. الله يكرمك يا ابو سلام. انا مثلا لقاني وانا بصلي في مسجد جمال عبد الناصر في رام الله، وقال لي اخ انا بدي حاجات، قلت انا بعطيك لوجه الله حتى لو انا صايم يوم بعد يوم بعطيك كذا. شو بدك تعطيه؟ 10 بطيخات او من شاء الله قسم لحم شغلات. ثاني يوم اذا هو انا طالع في المسجد اللي هو بعث فيه يقبلنا، تقول لي شو سويت يا شيخ؟ شو سويت؟ شفت انا اشك في حالي يعني انا ماشي دغري. اللي هو اللي فيه بطيختين بيوم. كيف؟ فأقول لكم طيب بجيب بويا أشتري من مصاريك ودهنهم بويا يدهنهم أحمر. نعم أحمر. وبعدين يا محترمين في واحد مثلا أب بقول له أعطي بناتك ورثي، لأقول حصيت من وراء الجدار ظلت يعني كيف أعطيهن من وراء الجدار. وفي بعض مرات إخوي بأزمة خواتهم في رمضان بخجروهن ويمكن ما أعطوهن شوية مصاري جزء يعني فتفيت. وبعدين بعضهم يعني مواقع مثلا في دكتين على المواقع الشوارع الرئيسية بعضهم في مواقع خراب في البر لأنه يعني كبتر تقدرش تطلع عليهم يعني. وبارك الله فيكم. وبارك الله فيك أخي أخي حات أخي أبو ثائر من الخليل، ربنا يجزيك الخير. يعني إذا كان بالعودة إلى أخوها لأم أمير، إذا الآن يعني كان عزيمة صغيرة، عزيمة صغيرة ممكن ويبدو أنه العزيمة هاي أو ممكن الدلع أو الدلال المؤقت، يعني كما قال أبو ثائر ممكن يكون الأمر يعني يعطيها حصة لكن ليس بحب مما تنفق خلف الجدار. خلف الجدار. نعم. ما أخذ بسيف الحياة فهو حرام. لأن هذا بالحياة وبالمخاجلة. نعم. وكأنه يحرج أخته أمام الأشقاء الأقرباء وإن طعميتك وأنا جيت وقفت معاك والأخرين. وهذا للأسف يعني يحدث دائما بين الأشقاء والشقيقات، بين الأقارب والقريبات. لذلك في الدراسات أبا محمد في أمر جدا مهم أنه 50% من الجرائم التي تحدث كجرائم في العالم كله هي تحدث بين الأقرباء. اللي بقول بين الأقرباء شخص العائلة، يعني معنى شخص من العائلة تكون نسبة الشخص اللي بيكون من العائلة نفسها أو من الأسرة نفسها 72%، شخص في مكان العمل قد تكون 10%، ولكن الشخص الغريب 11%. أنا بقول 72% من 50% هم من نفس العائلة نفسها. لماذا يحدث هذا الشقاق وهذا القتل وهذا الاعتداء؟ لأن هناك حقوق تؤكل، هناك اعتداء يعني بغير حق، وهذا أمر خطير جدا. لابد أن نتنبه لهذا الاعتداء الذي يمارس. إحنا نتحدث عن تسامح لكن ليس معناه أن تعتدي وأن تتطاول أن تأخذ حقوق. وهذه قصة بين الأقارب كثير مهمة. لما نتحدث عن بث التسامح نقول إنه كما جاء في الحديث وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. هذا العز يأتيك بعد العفو. والنبي صلى الله عليه وسلم بشر الناس الذين في كذا مغيظهم من كذا مغيظا وهو قادر على أن ينفذه، دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين ما شاء. هذا أمر جميل جدا وندعو الناس له أن يكون لدينا التسامح، ولكن التسامح
ليس تعالي أو تطاول أو أخذ حقوق. التسامح هو سلوك نريد أن يكون على الأرض بالتعامل والتواصل. التسامح والعفو الذي نحتاجه هو صفات المتقين, صفات المتقين التي تحدث عنها تعالى, والكاظمين من الغيظ والعافين عن الناس, والله يحب المحسنين. هذا هذه الإحسان أعلى الدرجات, أعلى درجات الإنسان لما يكون لديه الإحسان. الله يحب المحسنين, يحب هؤلاء النوعية من الناس, هذا نحبه, هذا نريده. ولكن ليس يعني هذا كلاما أو حديثا أنه نتطاول ونأكل الحقوق, خصوصا لما نتحدث عن الأقارب, الحقوق ما بين الأزواج, ما بين الأقارب, خصوصا الأخوات الشقيقات الضعيفات. هذه صلة الرحم التي لابد أن ننتبه لها, هذه رحمي التي هي معلقة بعرش الرحمن, التي تقول اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني. للأسف الشديد ما يمارس في بعض الأحيان هو قطيعة هذه الأرحام, هو الاعتداء على هذا الرحم, هو يعني للأسف اعتداء على القرابة واعتداء على الأخوات والشقيقات, اعتداء غير عادي. ثم يتم الاعتداء من بعض في بعض الأحيان, من الشقيق الأكبر في بعض الأحيان على أشقائه الصغار اللي بيكون لسه ما بلغوش الحلم ولسه أطفال صغار, أو بتم الاعتداء من صاحب السلطة والجاه من الأشقاء على الإخوة الضعاف للأسف الشديد, فيستخدم هذه السلطة والجاه في الاعتداء وفي أكل الحقوق. هذا يحدث دائما بين الأقارب. ثم قلت يصل الأمر إلى الاعتداءات والقتل, لأنه في النهاية لماذا يحدث هذا؟ هناك أكل للحقوق. ما نريد اليوم في حديثنا عن الأقارب والعلاقات ما بين الأقارب والحقوق والتسامح, أن تسمو صفة التسامح في العلاقة, أن تتسامح الحمامة جنتها. وهذا قصة جدا مهمة, خصوصا أن الصورة النمطية الموجودة في أذهاننا اليوم, نعم, أبا محمد, أنه القصة كأنها معركة, خاطف ومخطوف. إجت العروس خطفت الإبن, والإبن بدها ترجع منها لكنفها. هذه العلاقة اللي بتكون دائما علاقة متوترة, العلاقة اللي بتكون علاقة عدم تفاهم وعدم ترحيب بهذه الضيفة, أو عدم ترحيب أنها أخذت الإبن لإلها, وبكون حالة النزاع والشقاق ما بين الحماة وكنتها. وهذه قصة كثير خطيرة أيضا. هذا التسامح الذي نتحدث عنه, لأنه في النهاية سينعكس على سلوك المجتمع. إحنا ليش نتحدث عن التسامح؟ نريده كثقافة وكسلوك, لأنه ينعكس على سلوك المجتمع الذي يتسامح مع أشقائه وشقيقاته وأقاربه, مع إخواله وعمامه. للأسف تجد بعض الأقرباء ما بيحكي مع إخوانه, بيمشي عنه خاله ما بيحكي معاه, بتمشي عنه خالته ما بتطلع عليها. وأغلب الإشكاليات التي بينهم في بعضها صدقني إشكاليات ضعيفة وتافهة ملهاش قيمة يعني. ويمكن مش حقوق, مش حقوق ميراث بقدر, نعم, ما تكون قلي وقلت له وناقل ونقل كلام وتصرفات وعزايم وكلام تافه ما له قيمة للأسف. يعني لأنه أغلب الإشكاليات التي بينهم حسب كثير من الدراسات تشير أنها قضايا سفاسف ملها قيمة, ملها معنى. ليست أكل حقوق. إحنا قلنا أكل الحقوق لابد أن ترد الحقوق إلى أصحابه. حتى الإنسان لما يتوب من شروط التوبة أن ترد الحقوق لأصحابه. ما بتستطيع أنك تتوب عن أكل حقوق الناس, لابد أنك تردها الأصحاب إذا كانت ناس. من باب أولى ما يكون رحمك لابد أن ترد له هذا الحق. ولكن للأسف الشديد أن الخلافات التي تحدث ما بين الناس وما بين الأقارب هي أشياء بسيطة وما لها قيمة, يعني حقيقة مضحكة في بعض الأحيان وسخيفة. للأسف أقول هذه الكلمة, أعتذر عن قولها, لكن هذه الأشياء التي تحدث بين الناس, نقل كلام ما لهش معنى, وبيبدأ تكبر يعني قشة الاعتداء والكلام السلبي, ويؤثر على نفسيات الناس. بصير حالة إيش؟ استعداء, وبصير حالة تجيش بطريقة سلبية. شو اللي بيحدث؟ إنه ممكن تختلف هذه الفتاة أو هذه الزوجة مع حماتها, ثم تجيش أبنائها ضد جدتهم. بصير عملية التشجيش ممكن يكون اعتداء وضرب واضطهاد, ممكن كمان تستخدم الزوج, ممكن تستخدم الأقرباء, وبتصير حالة يعني خلاف غير عادي, لدرجة ممكن تصل للأسف أنه يعتدي بعض الأبناء على أمهاتهم للأسف الشديد. يعني وهذا ما قاله الأستاذ الفنان عبود عبد, لما قال أنه لما بيجي بعض الأبناء بيحرموا أمهاتهم من نفقة أو بيعتدوا على آبائهم, لماذا هذا الاعتداء ولماذا هذا الحرمان؟ أليس هناك من أجج هذا السلوك؟ طبعا شيطان أول واحد, ولكن في شيطان قبله, شيطان الإنس الذي فعل هذا الفعل السلبي اللي خلاه يوصل لهذه الدرجة. تكون قضايا للأسف منهاش قيمة, بس تركب راسه الإنسان, ويعين الشيطان على نفسه بحيث أنه يعتدي على أعز الناس لإله, أمه وأبوه, يعتدي على أعز الناس لإله, وقد تكون يعني حماته وحما خاله وخالته عمه وعمته. وهذه قرابة مهمة جدا في ديننا وفي شرعنا أن نحافظ عليها, لأنها صلة رحم حقيقية. صلة الرحم مش لناس على فكرة, وهذه جدا مهم النقطة, صلة الرحم مش لناس بيني بينهم ود, هذا تزاور مكافأة الزيارة ورد واجب. صلة الرحم الحقيقية تكون للأشخاص الذين بيني وبينهم خلاف.
صلة الرحم تكون الأشخاص اللي بيني وبينهم نزاع. أولئك أولى بأن يكون التسامح موجود بينهما. وهذا ما نبحث عنه. نعم. أن يكون التسامح مع هؤلاء الناس. إنه اليوم كل مستمع كريم وكريمة أن يبدأ أن يتسامح مع نفسه أولا، ثم أن تكون نيته لله سبحانه وتعالى بأن يتصالح وأن يتسامح مع الأقرباء، وأن يبدأ أن يبادر حتى لو تم الرد عليه بالشكل السلبي، خليك ترجع للحديث فيعرض هذا ويعرض هذا. نال الخيرية، أحسنت. نال وخيركم الذي يبدأ بالسلام. ابدأ أنت بالخيرية وكن دائما مبادر، ودائما بادر بالتسامح والتصالح على أن ترد الحقوق، خصوصا اللي بيكون معك الحقوق. أن ترد الحقوق، بدك الناس تسامحك، رد الحقوق. هلا اذا انت رديت الحقوق وهم في النهايه عفوا، هذا كرم منهم، والله يحب المحسنين. لكن انت عليك ان ترد الحقوق. هو حقه الان يقول لك انا بديش، خلص انا سامحتك، لكن انت بدك يسامحك من دون رد حقوق، هذا تطاول. طبعا هذا تطاول وتجاوز للحدود في منع الحقوق. وابو اسعد استاذنا الفاضل، السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا وسهلا بك اخي ابو اسعد. استاذنا حياك الله. حياك الله ابو اسعد. اول شيء انا هذا البرنامج بتاعكم ما هو حلو، بيخليني اول شيء مستمع اكثر من لانكم مشارك. ولا سيما انت تستضيف معك الدكتور محمد بشارات. هذا الدكتور وشو قدامه بدي احكي، هو بعيد عني هلا. بصراحه لا يترك صغيره ولا كبيره الا بيحكي فيها ما شاء الله عنه. ولكن بدي احكي كلمتين ثلاثه صغار. اولا عن الكنه والحماه. انا بقول دائما اختك يا كنه بدك تصيري حماه، والكنه بدها كنه، يعني بدها شوي هدوء. لان كان هاي كلمة نابلسية بعرفوهاش الاهل نابلس. بدها تأني لان اخذتك هيك انك تصير حما. هاي واحدة. تنين الشغلة الثانية مهم جدا، انه اللي بوجد المصالحة والمحبة بين الكنة والحما هو الرجل. ابصرش ان انا كزوج استمع شو قالت عنك وانت شو واروح اراجع. خلص انتو كرايه مع انت كنة وحما، انتو مع بعضيكم زي البنت وامها زي كذا، بحبب بيناتهم الاخلاق. تنين في بعض الأولاد هو عفوا على المقاطعة، مش راح يكون يقدر يحبب بناتهم إلا إذا كان قادر على التسامح، وزي ما حكى الدكتور أبو عمر عنده قدرة على التسامح يعني مع نفسه. يا أسامة المفروض يكون رجل رجل بمعنى الكلمة. يعني أنا بدي أسأل سؤال، يعني افرض أنا معي حبة الشوكولاتة وأمي وزوجتي وافي، لازم أعطي قدام أمي قال لي خذي حبة الشوكولاتة لزوجتي؟ يا أخي المفروض إن أعدل. المرة بتغار، حتى من بنتها بتغار، والأم كمان، الأم اللي هي أمي يعني كنت الحماية بتغار، طلع ابني أخذته مني وصار بعمل أحسن مني وبطعمية. وذلك دائما بدها انتظار من أحبه. فالرجل عليه أن دائما يستمع ولا يستمع، ما يفتحش الهنية من مرته لحماته لأمه إنه قالت له. المفروض يحب بيناتهم، يصلح بيناتهم، يجمع بيناتهم. ما هذا المفروض. فدكتور محمد أنا لما حكى الكلمتين ثلاثة حلوات الصحيح، إنه لا شك إنه أنا برد بقول الرجل هو الأساس. جوزك على ما عودتيه وابنك على ما ربيتيه. فأنا دائما بدأول دائما المسألة، يعني شغلات إنه يجب علينا دائما أن ننتظر أن نتهاون، إنه الولد يعرف كيف يعمل إمه وكيف يعمل. يعني ما بيصير. وبنفس الوقت وانت يا حما كمان بدل له شغله صغيره، ما انت كنت عروس وكنت زي كنتك، كنت ترضي بدك كل شيء لك. فاللي برضى الانسان لنفسه يرضى لغيره، اللي برضى لغيره يرضى لنفسه. يعطيك العافيه لك الدكتور محمد. شكرا 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 بك. ونرحب باخونا كمال بن طول كرم. السلام عليكم اخي كمال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا فيك. تفضل اخي كمال. لو سمحت لي بهذه المداخلة البسيطة. التسامح هنا كلمة معومة. التسامح باعتقادي وفي رأيي ينبع من التقوى. أساسها التقوى، ومن هنا ننطلق من كلمة التسامح بشكل عام. والله والعاقبة للمتقين إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخونا كمال بقول التسامح كلمة معومة. هاي نقطة بدنا نوقف عندها أخي أبو عمر، لكن حتى ما تضيع الأمور، حولنا أول شيء نشير إلى أننا نرجو أننا قد وفينا طلبك أختنا أم حمدان في الحلقة الماضية، طالبت بالحديث عن الكنة والحماة، وأنك تهدي عليهم. هي بس مش بس أنت، كمان أخونا الأستاذنا الفاضل أبو أسعد حكى بما يليق بالرجل أساس البيت وعمود البيت بأن يكون. بس يا أخي في شغلة كتير مهمة حكى الأستاذ أبو أسعد، إنه بلاش تطعمي بزوجتك قدام أمك حبة الشوكولاتة. صح. طب برضو يعني هل بالمقابل ما تطعميش أمك قدام زوجتك حبة الشوكولاتة؟ لا تفرق.
وبتفرق. طيب هات نشوف. انا بدي اركز على قصه اللي هي مراعاه المشاعر. مراعاه المشاعر وهذا انا قصدي فيه، مش قضيه شوكولاته. هذا بالضبط. عند في كثير محلات لو كنت اسمي اسماء بس محلات بوسه مرات الام ببوس امي بس ضروري ابوس زوجتي يعني قدام امي. مراعاه المشاعر مهمه كثير، ما تركزش عليها. مراعاه المشاعر المقصود فيها اني اكون انا منتبه تماما لكل تصرف اتصرف فيه. مش بس للامي، كمان عندي خواتي. مراعاه المشاعر هي جدا مهمه، هي رساله لكل شاب واخ واب متزوج، انه كمان مراعاه المشاعر انك انت بدك تنتبه للي حواليك والمحيط اللي حواليك. لما تكون امك موجوده ما بصير انه بالنبلسي تندلق بمشاعرك، بمعنى انك انت يعني تتهاون جدا في مشاعرك وبتكون مش فارقه معك، وممكن تفكر حالك في دوله اجنبيه وبتبدا تصرف وترمي هالكلام الحلو فقط لزوجتك، وهذا خطا فادح، لأنه في هذه اللحظة أنت تثير الغيرة الحقيقية عند كل أنثى وعلى رأس الأم. نعم. فلابد أن يراعي المشاعر. نقطة جدا لابد أن يراعي فيها المشاعر شقيقاته الغير متزوجات. في بعض الإخوة الكرام المتزوجين لما بيكون مع زوجته بيكون مثلا ساكن معاه في البيت شقيقته الغير متزوجة، هو لا يراعي مشاعرها وبيصير مثلا يطعمي زوجته ويدللها وكأنه يعني قاعد على الكورنيش. مع دعوة الأخت إلى التسامح. نعم طبعاً. بأن تتحمل أو أن يعني أن لا تثار مشاعرها. بس يا أخي مشاعرها مشاعر، لأنها أنثى ولأنها إنسان، وللإنسان يثار مشاعره، حتى نكون يعني دقيقين وصادقين مع أنفسنا أولا ومع هذا الشيء الواقع لابد أن يراعي المشاعر. فكل ما يستفز هذه المشاعر لابد أن يبتعد عنها، بده يكون يراعي لأنه هذا واقع. وقد يكون هذا الأخ متزوج وساكن مع إمه وأبوه خواته وإخوته، بده ينتبه على هذه المشاعر. لها علاقة بالشرع والدين هذه القضية أولا، ثم لها علاقة بالصفات الإنسانية أن الغيرة والمشاعر تثار، فبدك تنتبه على هذه المشاعر بشكل كتير حساس. نعم أقبل أمي ولكن ليس بالضرورة أن أقبل زوجتي أمام أمي. أحترم زوجتي أمام أمي ولكن أقبل أمي. تحضني أمي وليس بالضرورة أن تحضني زوجتي أمام أمي. بدي أنتبه، هذه التصرفات جدا تثير الأم. لأن الأم ستشعر في حالة الغيرة، شاءت أم أبت يعني هذا الشيء بتحرك داخلي. فبديش أنا أثير المشاعر، بدي أراعي المشاعر تماما، فأعطي الأمور حقوقها. أعطي زوجتي ما تحتاج من مشاعر وأحاسيس، وأعطي أمي ما تحتاج مشاعر وأحاسيس، وأراعي حتى مشاعر بناتي اللي ممكن يكونوا كبار، وأراعي مشاعر أولادي اللي بيكونوا موجودين حوالي حتى أستطيع أن أوزع الاهتمام والاحترام. وفي قدوتنا ذلك محمد صلى الله عليه وسلم كان يراعي كافة المشاعر الآخرين، كان يراعي حتى السلوكيات، كان يراعي كل حتى توزيع النظرات كان يراعيها صلى الله عليه وسلم. فكمان أنا كأب وكزوج بدي أراعي المشاعر في توزيع النظرات، توزيع كلام. ولما تكون أمي وأبوي ساكنين عندي بدي أنتبه تماما على هذا. هو واجب علي أن أقبل أمي وأبي وأن أكون قريب منهم وأن أقبل أقدامهم، هذا واجب علي، هذا واجب، هذه صلة، هذا رحم، هذا بر لابد أن أتعامل به ولابد أن أقوم به. ولكن زوجتي لها حقوقها، فما بدي أخلط وبدي أراعي المشاعر. بالمحصلة مشاعر خواتي، مشاعر إخوتي، مشاعر حتى مشاعر زوجات إخوتي، كل هذه التفاصيل هذه مراعاة في المشاعر. في موضوع التسامح معومة، لا التسامح واضح، يعني التسامح تسهيل ويسر. وهو قال الأخ الكريم يعني هو سأل وجاوب نفسه، هو ينبع من التقوى. نعم، من قال أنه لا ينبع من التقوى؟ هو ينبع من أعلى درجة الذروة، درجة الأخلاق، أن تكون متسامح. يعني أعلى أسمى خلق يمكن أن يتصف به الإنسان أنه متسامح، ولكن تسامح بقوة. تسامح بقوة، هذه معنى له يعني تفاصيل كثيرة. تسامح بقوة، أتسامح وأنا قوي وليس وأنا ضعيف، لأن هذا إذلال يكون. تسامح وأنا أرد الحقوق وليس التسامح وأنا لا أرد الحقوق، هذا يسمى أو طالب الحقوق أو أي أسم من تحقيق الحقوق. نعم، التسامح هو سلوك وسمة وصفة نحتاج أن تكون جزء رئيسي في المجتمع، لأنه بهذا التسامح تتعزز التقوى ويعزز التحابب، بصير مجتمع متماسك، نصبح نسيج قوي جدا. هذا النسيج لا يمكن أن يمزق، يصير بنيان مرصوص يستطيع أن يقاوم الأعداء ويستطيع أن يقاوم كل ما هو آفة سلبية ممكن أن تهجم على هذا المجتمع. هذا التسامح الذي نبحث عنه. عشان هيك التسامح لما يكون سلوك ما يطلعش الإنسان أو ما ينظرش إنه أنا لما بتسامح مع يعني مع حماتي ولا مع زوجتي ولا مع أختي، يعني هل لهالدرجة أنا أحرر فلسطين؟ نعم. لأنه إن صلحت البيوت وصلحت القلوب، فلسطين على موعد من التحرير قريب. نعم. لأن صلاح القلوب وصلاح البيوت في السلوك وفي الأخلاق هو يعني مقدمة حقيقية لتحرير فلسطين، وهذا بنتبه عليه وبدي يكون عميق في كل تصرف. لذلك التسامح اللي بدي يكون عندي كسلوك وكواقع على الأرض مع أهلي، مع بيتي، مع إخوتي، مع أقربائي، حتى يكون صفة رئيسية عندي. وهذا لا يمنع أن أكون قوي وصاحب جرأة وشجاعة وشكيمة والأخير حتى أصل للحقوق وأكون متسامح. وقلت نتسامح مع الأعداء بأن نأخذ حقوقنا منهم، ولكن لا نعتدي عليهم. بما حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل
الجيوش والسرايا، لا تقتلوا عجوزا، لا تقتلوا امرأة، لا تقطعوا شجرة، لا تقتلوا طفلا، وفي النهاية كنا نروح نغزو ونعارك ومعارك ضخمة جدا. اللي بظن من الأعداء أنه ممكن يسامحوني، خصوصا هون بدي أحط ملاحظة جدا مهمة يعني حدثني فيها أحد الإخوة وأنا طالع على الدرج، أنه مش معناته التسامح أن لما بعتدي على الناس زي ما بعض الناس اللي بيعتدوا اليوم أنه بفكر بقول لك مو بيجي وقت بصيروا أنتم طلقاء. لا يا أخي، ما اللي بفكر أصلا أنتم الطلقاء مش صحيحة، أنتم طلقين مش طلقاء، يعني ما تفكرش إذا أنت بتعتدي إني بدي أتسامح، لا راح أخر عقبتك وأخذ حقي منك بعدين بسامحك، هذه مهمة. يعني بدي أخذ حقي منك إذا اعتديت وتطاولت، لذلك ولكن ضمن التقوى الذي نعم. أشار إليها أخونا كمال، أحسنت، بمعنى أنني لن أقطع يدك إذا كان الشرع لا يسمح لي، ولكن لن أجعلك تمد يدك علي في المرات القادمة، وهذه تسامح. نعم. لن أتطاول على أهلك، ولن يعني أتطاول على مالك، ولن أسرقك كما فعلت أنت بفعلك، ولكن بالقانون وبما شرع الله سأخذ حقي منك، هذا التسامح. يعني سبحان الله، يعني وأنت تتحدث تذكرت مقطع على اليوتيوب رأيته لأم قتل ابنها على يد أحد المجرمين، ثم إذا نصبت له مشنقته يعني وقفت صفعته، وكثير ربما شاهد هذا المشهد، صفعته ثم سامحته. يعني هي سامحت لكن من منطلق قوة، من منطلق عزة، من منطلق يعني هنا قد يظهر التسامح الحقيقي. هذا فلذ التبدها، لم يظهر الأمر في انتقام. أحسنت، لا أحسنت، متى تسامحت؟ حينما بلغت درجة القوة. نعم. أنني سأأخذ حقي منك الآن، وأنا أتسامح معك ليس لك وإنما لله عز وجل. انظر لعظمة هذا التسامح عند هذه الأم، انظر لقيمة هذا التسامح عند هذه العظيمة. هذا التسامح الذي نريد أن يكون في المجتمع، لا تسامح معناه تهاون وتنازل وإذلال، تسامح بعز وتسامح بكرامة وتسامح بتقوى. وعند ذلك أخي كمال وكل المستمعين، لا يكون التسامح معوم. نأخذ الأخت المبدعة الفنانة الأديبة مي الزبن ولا أم حمدان معنا. السلام عليكم. وعليكم السلام، اللي بدك يا أستاذ. الله يحييك يا رب. أول إشي الله يرضى عليكم، اسمحوا لي أشارك في هذا الكتش الصغير بلهجة رجل مش متسامح بخاطب الأستاذ أسامة والدكتور محمد بشارة. تفضل أختنا المبدعة. أستاذ أسامة، بدك إياني أسامح جاري اللي حكى علي قدام الناس إني بصلش أرحامي وبروح عندهم إلا كل عيد مزيان وعاد يحرد كل الناس وحمر وجهي قدام كل البشر؟ أبديش أسامحه أنا. طيب بدك إياني أروح عند بنت عمي اللي جوزها بيشحرني كل ما كنت أروح عندهم كأني قاتله قتيل بالزمانات؟ ليش؟ ليش كل هذا الحكي يا عمي؟ لأني كنت خاطب أخته. طيب يا دكتور محمد، بدك يعني أسامح خالي اللي ضربني قبل 5 سنين بطاشة يوم ما ضربت أختي لأني كنت بدي إياها تتنازل عن حقها بورتة أبي بالأريض؟ أبديش أسامح أني حدا. شو بتحكوا لهيك مواقف لو هيك نوعيات من الناس وتوجهوا لهم كلمة؟ الله يبارك فيك. شكرا أختنا الفاضلة الفنانة المبدعة مي الزبن. ويعني سريعا نستمع إلى ذلك، لكن معنا وقت قليل حتى نستمع إلى التقرير الذي معنا الميداني، الأسئلة الميدانية فيما يتعلق. نأخذ هذا المتصل، أخ متصل من القدس. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، الله يعطيك العافية. الله يعافيك، أهلا وسهلا بك وبأهل القدس جميعا. الله يجمل خاطركم. الله يكرمك، تفضل. يعني صحيح هذه البرنامج الطيبة، أنا أدعوكم يعني أن تتكرر كثيرا جدا جدا جدا، يعني كما تكرر هذه الإذاعة المباركة تفسير القرآن لشيخنا و يعني شيخنا الجليل الدكتور محمد راتب النبوي، لأنها حقيقة هذه الأمور زاد المسلمين اليوم بالمشاكل، يعني والأصل أنها تكون يكون الزاد زاد التقوى. لكن هذه حقيقة يعني هذه الأمور تحدثوا عنها سواء يعني موضوع الرجل مع زوجته أو الرجل مع أبنائه أو الأقربون بعضهم ببعض، يعني حقيقة هذه أمور على مدار اليوم وسع. فياريت يعني أبتدي أقول إنه يعني على الدوم منا حتى لو كان الموضوع مسجل. فبقول أيضا كان في كلمة التسامح، يعني التسامح هو في الخلق. يعني بإعمال حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، المسلم سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى، معناته في قضاء. يعني حتى لما بقاضي أخوي المسلم، وأصل أنه في ديني في قضاء، لكن بكون أيضا سمح، يعني حتى لو كان لي حق عند أخي المسلم أو عند أختي عند أخوي أو الأخت من أخوها أو الأخ عند أخوه أو القريب من قريبه،
هذا هو التسامح، أن يكون خلقه بها بالعمل بالمقاضاة هو خلق الإسلام اللي حسن عليه المصطفى عليه الصلاة والسلام. السلام بارك عليه. الله يجمع خضركم. الله يبارك فيك. يعني لا سامحني تفضل. الله يخليك. ويعني والحديث الآخر المقابل برضه بقول صاحب الحق، وهو أيضا صاحب حق، وقال به المصطفى عليه الصلاة والسلام أنت صاحب حق، قال له كفى بالمرء شح أن يقول هذا حقي فلا أنقص منه شيئا. أخي لما بتنازل واحد شوية لأخوه يعني بقولها بالمثل العام، إن كان حبيبك طماع حبيبك ها أنا حالك قليل حساب أنا جمتي تنازل بعد شيء ولا انت جبت لنا يعني ولا يعني زمتو لا والله ما بأخذ إلا الألف دينار أو العشر دنانير قبل الألف يا رجل قل له هات 900 معك شهر. يعني أنا حقيقة في هيك خلينا نقول برضو يعني مشابهة أمور، خال اعتدى على شيء عقاري لأخواتهم وأنا من ضمن يعني هذا الأخوات. نعم. فرب الله يعني زعلنا منه شوي وهيك تعبت، قلت يعني أنا الواحد هو بده يعني يحارب خاله هذا رحمه بده يحارب العمر أو هذا يعني بده يصفح المسلم. أبناء خالي إلي ثانيين قالوا يا أبو فلان أنت ضربت يعني بدأ قاطع العمر إذا هو ما بدهش يعطينا حقه أنا فهم كيف في وقف عند الله سبحانه وتعالى فهم كيف. لكن هذا خالي ما بستطيعش إني أجرمه أو أقاطع العمر أو حاجة فهم كيف، حسسته في مدة معينة من الزمن إني أنا زعلان يا خال منك وإني أنا صاحب حق عندك أعطيني حقي إني ما بدك تعطيني حقي بس ما بقاطعك ما بقاطعك ما بقاطعك ما بقاطعك العمر فهم كيف. وبطلب من إخواننا كمان يعني سامحونا على الإطالة، بطلب من إخواننا المسلمين حدا بسمعني الآن يعني بدون إفصاح عن اسمه ولا يعني أحدنا، طبعا إحنا مضل بشر في عنا خطأ لكن خير الخطأين التوابين. من يعني كان له مظلمة عند يعني أخت عند أخوها كانت لها مظلمة وظلمها ثم تاب إلى الله سبحانه وتعالى بعد أن رأى يعني بعض الحكم بحياته أو الشيء يعني أراه الله سبحانه وتعالى إنه لأنك أنت فعلت يعني ورث أختك وحاجة ربنا سبحانه وتعالى ابتلاه ببعض الأمور، فيريت يعني يحدث حتى بعض الناس اللي على قلوبهم غشاوة يعني يحفزهم إنه هذا المال اللي أنت أخذته في الدنيا حقيقة حيكون عليك وبال في الدنيا والعياذ بالله في الآخرة بدون ما يفصح. يا ريت يعني هذا بسر الأمر وبارك الله فيكم على الإطلاع. الله يجزيك خير. الله يبارك فيك. كل ما تحدث به مهم جدا 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 أخ من المستمع من القدس، والنقطة الأخيرة نثمنها ونؤكد عليها، نحن بحاجة إلى من وقع في مثل هذه المظلومات وثم تاب وتسامح أن يعني يسمعنا تجاربه حتى بدون أسماء كما دعا أخونا، لنتعظ ولنكون يعني مهتمين بهذا الموضوع من خلال التجارب. يعني قبل التعليق على أي شيء دعنا نستمع حتى يكون التعليق بالجملة، نستمع إلى التقرير الميداني بأسئلة تم توجيهها لبعض الناس حول التسامح مع الأقارب. تفضل. لو أحد أقاربك زعلك شو بتعمل؟ والله حسب سبب الزعل، يعني إذا كان حق يمكن التجاوز عنه بنتجاوز عنه وبنسامحه، أما إذا كان تتعلق بحقوق الآخرين فهي يعني قضية بدها رد الحقوق لأصحابها. وفوض أمري إلى الله، بصبر وبعاتبه بسامحه ساعات برضه بسامحه، وبالنهاية المسامح كريم، بس إلا ما ينزل واحد شوي ضيلة شنو بضل قريب هو بالنهاية دم بسرش مية واضطر إني أسامحه. طب لو اعتدى عليك راح ادافع عن حالي؟ لا اذا اعتدى علي بصير تصرف ثاني، مش اني ارد على بنفس الاعتداء، لا بالنهايه بضل غلطان، يعني في مليون تصرف ممكن اقطع علاقتي معاه بالمره. بحاول اني اعمل له الف مبرر قبل ما ينازعله، بواجهه برضه بس برضه بالحكمه والتفكير والصبر مش بالمشاكل والطشاط. شوف انا بدي احكي لك على الصعيد الشخصي، يعني انا بالنسبه لي اذا الله بعظمته وبجلالته هو بسامح فليش من البني آدم يسامح؟ أنا هاي قاعدة مثلها، يعني سواء مين مكان راح أخذ منه موقف. لو حرموا زوجتك من الميراث، يعني هاي قضية أنا بعتبرها أنه يعني بتخص زوجتي صاحبة الحق إنها تطالب أو يعني تتنازل، برجع لها أنا يعني مش من حقي أقولها خدي أو ما تأخديش أو أخاصم أهلها لأنهم في النهاية أهلها، فشي برجع لها ما بتدخل فيها. أنا لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بمقدار. الميراث الله فرضه فهو خالف ربهم حر، لأنه الميراث مش أنا اللي فرضته، اللي فرضه رب العالمين، بالتالي منه لله ما بقدر أعمل إشي، النهاية في حساب في رب. حق من حقوق المرأة لازم تأخذه،
ممكن ربنا يبتليهم بالدنيا قبل الآخرة. الأصل أني ما أتخذ إجراءات عدائية تجاه الآخرين قبل ما أني أنا يعني أستوفي كل إمكانيات المصالحة والتصالح معهم. يا سيدي كل واحد أخذ متر مقابل أي متر في نار جهنم، شو بدي أقول لك يعني أصلا حرمنا فعلا يعني. أخوك أو ابن أخوك اعتدى على دار عمه أو أحد أقربائه، أنت كيف موقفك؟ أنا موقفي مع الحق والصواب، أشوف يعني مين المخطئ بالتالي يعني رد الحق لصاحبه. اعتدى؟ اعتدى يعني بوقف معه عشان إيش فكرك؟ عشان أمنعه من ظلمه لقريبي، بشد على إيده يعني برجعه بمنعه. آه طبعا أروح أوقف مع قريبي لأنه ظلم ضد أخوي صعبي، بوقف مع أخوي أمنعه من الاعتداء على قريبه. يعني في مليون طريقة ممكن أجيب له حقه بالعائل يعني، وين لوين يعتدى علي؟ ما قلت لك بشوية الدم بترش مية. إذا كان على حق بوقف معي بأخوي، ما إذا كان على باطل بوقفش مع أخوي وبوقف مع الحق يعني. بحاول أصلح بينهم وأراضيهم اثنين، بزعل منه بس بنفس الوقت بحاول أهدي، بحاول أفهم إنه هذا ليش بيعملوا غلط بصير الشيء، إنه إحنا قرايب بعض، إحنا إخوان بالحكمة طبعا والرضا. يعني بحاول أن أكون أنا قدر المستطاع أحمل الفكرة الوسط مش الفكرة العدائية. يعني استمعنا إلى الكثير من الإجابات وتصنف بتصنيفات كثيرة، لكن بضيق الوقت نسمع منك إلى تعليق ننهي به موضوعنا بأقل من 30 ثانية. إذا كان حبيبك طماع اعمل حالك قليل حساب. نعم هذا يعني طبعا إذا كان يعني تحمل معاني كثيرة يعني في النهاية حبيبك، في النهاية أخوك عمك خالك خالتك حبيبك، يعني في النهاية لا تشد كثير، ولكن انتبه أن تكون دائما متسامح، دائما لازم نتعامل مع الأقربين دائما أقاربنا بالتسامح، تقدير واحترام، تجنب المزاح الثقيل وترك الألفاظ الجارحة، دائما الإقلال من اللوم والعتاب والتحلي بمحاسن الأخلاق، تخلق بمكارم الأخلاق والتماس الأعذار، معاملتهم باللين والرفق واحترامهم دائما، واحترامهم دائما أصلهم وأكون قريب منهم وأضعهم في مكان سامية، وتذكر أنني إذا وصلتهم يصلني الله سبحانه وتعالى، وإذا انقطعت هذا الرحم يقطعني الله وعياذ بالله. دائما أكون قريب من رحمي، أكون قريب من أقربائي، أعلمهم بسلوك الراقي أخلاق راقية، أتسامح معهم ولكن ليست في حقوق الله وليست في حقوق الآخرين، أردهم إلى الصواب وأقف معهم في الحق، وإن كانوا أخطأوا أقف معهم لأدلهم على طريق الصواب حتى نكون متسامحين متقنين. هذا ما قاله كثير من في المقابلات، وهذا ما نريد بهذه الحلقة تحديدا، أن نتسامح مع الأقرباء دون أن نتنازل عن الحقوق، وأن يكون رقينا إذا رحم الله عبدا إذا باع سمحا، إذا اشترى سمحا، وإذا اقتضى سمحا، حتى لو بقتضي أنا وإنت بكون متسامح. أجمل ما تعلمته كلمة أخيرة وسامحنا أبو إسلام، أجمل ما تعلمته من أحد التجار الرائعين الراقيين وهم تجار معروفين في هذه البلد في هذا الوطن، كان يقول لي أنا ممكن أتخاصم أنا والموظف، ممكن أتخاصم أنا وأي حدا، ولكن أختلف أنا وياه في المحكمة وأكون أنا وياه على أعز وأجمل علاقة، قد أكون في إن قضية في المحكمة ولكن دائما أحافظ على علاقة راقية، فليس يمنعني إن اختلفت أنا وياه أن يقضي بيننا قاضي ثم أن نختلف، وهذا سمو أخلاق التجار الذي نريده، وسمو أخلاق إذا اقتضى كان سمحا أيضا. وما جئت به سقته شاهدا في آخر كلامك، نبدأ به حديثنا في الحلقة المقبلة إن شاء الله تعالى حول التسامح في العمل، فانتظرونا. ونؤكد على ما طلبه أخونا من مستمع من القدس بأن من لديه قصة يعني تثري البرنامج وتثري موضوع التسامح، مل منكم أن ترسلوها لنا أو أن نستمع إلى هذه القصة منكم في الحلقات المقبلة بإذن الله تعالى. إلى أن نلتقي لكم منا تحية، ولدكتورنا محمد بشارات المدرب المعتمد في التنمية البشرية والتدريب الإداري رئيس شركة المحترف في فلسطين كل التقدير وكل المحبة، وكذلك شكر موصول لأخينا أبو إسلام علام عدوي على متابعته معنا وتلقيه اتصالاتكم. إلى أن نلتقي في الحلقة المقبلة، هذا وسام ملحس يحييكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.